عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا بحر فضل المن بالمنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يبقون من ذكر الجمال سبابة وتألما من لوة الهجران وأرى القلوب لدى الهناجر كربة وأرى الغروب تسيلها الليلان يا من غدا في نوره وضيائه كالناجرين ونفر الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهدى واشجع الشجعان إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان وقد اقتفاك أولو النهى وبصدقهم وذو تذكر معهد اللوطان قد آثروك وفارقوا أحبابهم وتباعدوا من حلقة الإخوان قد ودعوا أهواءهم ونفوسهم وتبرأوا من كل نشب فاني زهرت عليهم بشنات رسولهم فتمزق الأهواء كاللوصان
في وقت ترويق الليالي نذر والله نجاهم من الطوفان قد هازهم ظلم الناس وزيمهم فتثبتوا بعناية المنان نهب اللئام نشوبهم وأقارهم فتهللوا بجواهر الفرقان كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الليقان والليمان قاموا بإقدام الرسول بغضبهم كالعاشق المشغوف في الميدان فدم الرجال لصدقهم في حبهم تحت السيوف أريق كالقربان جاءوك منهوبين كالعريان فسترتهم بملاهف الإيمان صادفتهم قوما كروس ذلة فجعلتهم كسبيكة اللقيان حتى انسنى بر كمثل حديقة أذ بالموارد مثمر الأغصان عادت بلاد العرب نهب نزارة بعد الوجا والمحل والخسران كان الحجاز مغازل الغزلان فجعلتهم فانين في الرحمن شيئان كان القوم ينفي حسب العقار وكثرة النسوان أما النساء فهرمت إنكاهها زوجا له التحريم في القرآن وجعلت
تذكرة المدام مخربا وأزلتها نتها من البلدان كم شارب بالرشف دنا دافيا فجعلته في الدين كالنشواني قم محدث مستنطق الليدان قد صار منك مهد دس الرحمن قم مستها من للرشوف تأشكا فجذبتهم جذبا إلى الفرقان أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان تركوا الغبوك وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان قانوا برنات المساني قبلها قد أهسروا في شحها كالعاني قد كان مرتعهم أغاني دائما ثورا بغيد تارة بدنان ما كان فكر غير فكر غواني أو شرب راه أو خيال جفاني كانوا كمشغوف الفساد بجهلهم راضين بالأوساخ والأدران أيبان كان شعارهم من جهلهم هم كالحمار ووسبة السرحان فطلعت يا شمس الهدى نسها لهم لتزيهم من وجهك النوران أرسلت من رب كريم مهسن في الفتنة السماء والطغيان يا للف
فَتَمَّ حُسْنُهُ وَجَمَالُهُ رَجَّاهُ يُسْبِي الْقَلْبَ كَالرَّيْحَانِ وَجْهُ الْمُهَيْمِنِ ظَاهِرٌ فِي وَجْهِهِ وَشُؤُونُهُ لَمَعَتْ بِهَذَا الشَّانِ فَلِذَا يُهَبُّ وَيَسْتَحِقُّ جَمَالُهُ شغفاً به من زمرة الأغدان سجه كريم باذل خل التقى خلق وفاق طوائف الفتن فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان لا شك كان محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان تمت عليه صفات كل مزجة ختمت به نعماء كل زمان والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسد تاتي السلطان هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي الأسكر الروحاني هو خير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان والتل قد يبدو أمام الوابل فالتل تل ليس كالتحتان بطل وحيد لا تتيش سهامه ذو مسميات موبق الشيطان هو جنة إني أرى أثماره وقطوفه قد ذللت لجناني
ألفيته بحر الحقائق والهدى ورأيته كالدر في اللمعان قد مات عيسى متركا ونبينا هج وربي إنه وفى والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قائدا بمقاني ها إن تزنيت ابن مريم عائشا فعليك إثباتا من البرهان أفأنت لاقيت المسيح بيقظة أو جاءك الأنباء من يقظان انظر إلى القرآن كيف يبينه أفأنت تعرض عن هدى الرحمن فأعلم بأن العيش ليس بثابت بل مات عيسى مثل عبد فاني ونبينا حي وإني شاهد وقد اقتطف طائف اللقيان ورأيت في ريعان عمري وجهه ثم النبي بيقظة لاقاني إني لقد أحييت من إحيائه وهن لإيجاد فما أحياني يا رب صلي على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكفار قد غذاني يفري سهامك قلب كل محارب ويشج وزمك هامة الثعبان لله درك يا إمام العالمين أنت السبوق وسيدك
شدوشجانی انظر الی برحمت و تحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا هب إنك قد دخلت محبة في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يسعى إليك الخلق كالظمآن.